مده قلنا لكم بان الجزائر لن تنظم كاس افريقيا 2025. الان السؤال المطروح حول نهائيات كاس امم افريقيا 27، حتى هنا وما زال الشك قائم. ربما ايضا لاعب يونس بن علي ما يمكنك ربما القول حول حادثه ما فعله شرف ليه اللي خلق ما يضيع، وانا عارف بانه سيجد فريق افضل من نونت وربي يوفقه كذلك. خساره تكبرهم وخساره ممكن تخليهم يرجعوا بقوه ان شاء الله. هذا البرنامج برعايه شركه بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.